السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. المهم اليوم مع فيديو جديد كيف العاده. المهم قبل ما ندخل لهاد لا فيديو هادي، كنبغي بعدا نشكر كاع المتتبعين وكاع الناس اللي كيبغيو اسماء بيوتي وكاع الناس اللي كيتضامنوا معايا وكاع الناس اللي كيبكيو فاش كنبكي وكيفرحوا فاش كنفرح وكيضحكوا فاش كنضحك. فالهلا يخطيكم عليا، وديما كنقول لكم بكم انا كاينه وبكم غادي نبقى. الهلا يخطيكم مع شكر القنوات الصراحه اللي شان نقول لكم دي يوتيوبرز كبار صغار، والله الهلا يخطيكم عليا الصراحه. كنشكر كاع الناس اللي ضامنوا وحطوا بلاصتهم بلاصتي وقال لك بان حتى ولادنا راه ما يمكنش، راه ولادك راه شتي راه ما عرف، يعني سبحان الله سبحان الله، ربي عطينا واحد الكبده في شكال الام ولادها فاش كيتقاسوا اولا. هذا ما نكذبش عليكم، راه صافي ما كتبقايش عارفي، ما كتبقايش تكابطي شنو كدير. المهم كنبغي نشكر الجمعيات اللي دخلوا، كنبغي نشكر السلطات انها دخلات. الله يخطيكم علينا كاملين، وهاد الهضره ما غاديش نطول فيها اكثر من هكا، حيت كاين القانون في البلاد والسلطه قايمه بالواجب. دونك صافي سالينا من هاد الشيء هذا، بقاش باش يهز لك انسان تصاور بنياتك ويبدا يبسل عليهم ويتنمر عليهم وهذا. ف كاين حدود ديال الانتقاد، ماشي غير نوض وحل فمك. فكما كتعرفوا بزاف الناس كيبغيو انهم بزاف كاينين بعدا اللي كيبنيو كيبنيو غير هنا حدانا، وكيبغيو ان مثلا فاش ندير شي حاجه جديده هنايا اولا نسالي شي بلايصه، كيبغيو انهم يشوفوا شنو درت هنا شنو درت هنا. فانا اليوم بحكم ان الدار الفوق بيوت النعاس كامله سالات، يعني سالات باقي غير كوش الاخر ديال الصباغه، يعني حتى لاندوي داكشي راه داز، يلاه لقيتهم ولا الالومنيوم شاحين دار دوك الموتورات وداكشي. دونك يعني الدار الفوقانيه سالات، فقلت نشاركها معكم قبل ما نسكن ان شاء الله باذن الله، وهانتوما معايا. المهم نوريكم هنايا الباب، هنا الباب غيدام نفس الحجر اللي حنا دايرين في الدار، راه خدام فيه السيد كما شفتوا. هذا هو الحجر البنات اللي درنا هاد الفي، هادي غدار بها نيت، يعني بحال الستيل ديال هاد البيت هادي اللي درناها كلها حجر فحالها غيدار الباب باش تبقى مزيانه ما كتبقايش هزه الهام ياك ما توسخ ياك ما، وغيجي منظر زوين. دونك فوالا البنات، بغيت ندير لكم جوله من بعد ما صافي تنقات. كيف ما شفتوا صافي بقى غير سميتو الكوش الاخر ديال الصباغه ديجا راه صافي. دابا حين داب ولاندوي تخوا كوش درت ديال لاندوي، والكوش الاول ديال الصباغه باقي الكوش الثاني كما شفتوا. هادي البيت ديال سلمى، دابا هانتوما شفتوا دابا الجليج، مع الجليج كنا دايرين ليه القبص باش ما يخسرش، ودابا غتسيق شوفوا كيفاش. و الى لاحظتوا هنايا البالكون متركب هذا ديال الالومنيوم، هذا هو داك الموتور باش غادي يلصقوا البالكون ديال سلمى ليه الالومنيوم ديالو. هذا البالكون، هذه هي بيت سلمى كما شفتوا. حاولت انني القبصة البنات درت شي حاجه سامبل بزاف بزاف بزاف. هاد الفي هادي اولا هاد ال غتكون كتشعل بالضو ليد. هذا واحد البلاكار اللي درتو هنايا لسلمى ديال حويجاتها. دونك هادي هي البيت سلمى، هنا درنا ليها بلاصه التلفازه، هنا الناموسيه، هنايا اريوسه الناموسيه. المهم مع المياه خدامين لتحت حيت هادي صافي سالات. ندخلكم بيت مالك، وهذه هي البيت ديال مالك كما كتشوفوا. هي بيت سلمى غدا بالطول وبيت مالك غدا بالعرض، يعني هذه عريضه على بيت سلمى، حتى هي نفس البلان اللي هو هذا البلاكار هذا. المهم والجليج كما قلت لكم دابا غيبان لكم جليج مزيان، الجليج صراحه حاجه زوين بزاف البنات. وهنايا حتى هي فحال اختها، هنايا غتكون الراس ديال الناموسيه،
وبنايا التلفازه ان شاء الله باذن الله. هنايا حتى هي تقريبا نفس فو بلافون ديال القبص. حتى هي درت لها هاد الفي هادي باش تجيها بحال هي اللي تكون كتشعل بحال هكا. بيوت الصراحه زوينين جاو. هذا البنات هذا الحمام ديال بناتي. المهم داير بحال هكا هذا الحمام ديالهم. المهم دايرين الميك اب باش الارض كتبقى نقيه. الا لاحظتوا هنايا الجليج ديالهم دايرين لهم واحد سميتها بحال هكا اللي فيها لي زستراس. صراحه جات زوينه بزاف. وهذا حاولت انني خليت سلمى هي تختار مثلا باغا قال لك بان التنوار ديالها يبقى هنا داكشي ديالها. المهم هاد الحمام غير ديال سلمى ومالك. حاولت عطيتهم هما يعني ماشي مشكل كيف ما بغات نديرو ليها. وتا هو في البلافون ديالو صراحه زوين. وهذا البنات هذا هو الحمام ديالنا هنا ديال بيتنا. المهم كما كتشوفوا هذه السلعه ديال المعلم حاطه هنا حيت كيصاوبوا لينا هنا فين غيدار الجاكوزي. هنايا فين غادي تحت فهاد البلاصه اللي هي ها درنا الدوش هنا درنا لافابو اللي هي حاشاكم التواليت. صراحه الحمام كبير وجزوين بزاف. المهم شوفوا كيفاش جا فوق البلافون ديالو. هذيك داك التيو اللي هابطه داك ديال الدوش. المهم الارض راني وريتكم حيت عاد حيدوا ليها القبص حيت كان فيها القبص. دابا حيدوا لها القبص حيت صافي الصباغ الكوش الاخرى اون فوا يلصق مول الالومنيوم الشريجمات ويلصقوا البيبان ديال العود صافي غيدير غير الكوش الاخرى ان شاء الله باذن الله. المهم هذا هو الزليج اللي درنا هنايا ديال الحمام ديال بيتي انا وراجلي. صراحه جا زوين ونجا بحال رخام البنات ولكن هو زليج جا صراحه رائع حمقني. وفاش كتخرجي البنات من الباب ديال الحمام هنايا كما شفتوا واحد لاسباس اللي هو كبير يعني فحال البيت. هو اللي غنديروه دريسينغ ان شاء الله باذن الله. هذا راه محطوطه ديال العساس. المهم هذا كله غادي يهبط بلاكارات ديال الحوايج ان شاء الله باذن الله. المهم هذا هو فوق بلافون اللي درت هنايا درت بحال هكا. هنايا هذه غتسولوا شنو هي هذه في الدخله ديال بيتي كاينه واللي هي بحال قلتي مخيزن تحت الدروج. وانا بغيت نقادو ونخليها هكا للغطا ولا شي حاجه اللي غنخبيها ولا هذا. المهم بحال هكا الحمام الدريسين كما قلت لكم. وهذه هي بيت النعاس ديالي انا وراجلي كما شفتوا. الا لاحظتوا انني مشيت في الستيل ديال الفو بلافون ديال القبص مشيت فيه بستيل سامبل بزاف بزاف بزاف. ما حاولتش انني ندير شي حاجه طرو شارجي. الدار كامله تقريبا مشات نفس الستيل حتى في لاكاف حتى في الصالونات لتحت الا الصالون البلدي الوحيد اللي جا طرو شارجي جا بلدي تقليدي. ولكن بيوتها كاملين مشيت نفس الستيل بحال هكا. وهذه الوسطانيه غتكون كامله باللاد. الصراحه جات رائعه البيت بحال هكا. تيتا الالمنيوم وجا فيه هاد الستيل هذا ديال
هادشي كامل ان شاء الله غادي نديرو. وهنايا حتى البالكونات درت لهم لي بلافون واحد السيل زوين هنا. الصراحة جاهزة ما شاء الله. الحمد لله داكشي اللي بغينا هو اللي جانا. المهم قولوا لي الرأي ديالكم، كي جاكم الحمام ديالي، كي جاكم الحمام ديال بيت البنات، كي جاكم الزلي ما سمحوا لي ما عرفتش يكونوا كيسمعوني ولا لا. الريح والريح ديال المعنيه كاينه في الدار الوسطانيه، وراه خدامين في لابيسين ما بغيتش نوريه ليكم حتى يسالي ان شاء الله عاد نشارك معكم المهم ديك الساعه ان شاء الله نشوف. وصافي هادشي اللي كاين، الله يسهل على الجميع. اي واحد كذا بسامة ما بغيش يوصل الله يسهل عليه، واللي عنده هذا بيض ديما بغي الخير للناس باش الله يعطيك هذاك الخير. هذه ديما تنقولها راه قد يكون جايك الشر ويدير هكا ويرجع لهذاك اللي باغي. دونك ديما بغي الخير باش نفس الحاجه يعطيها هذاك هو. المهم انا فرحانه وعاجبه الحال، كنبقى نقول لحمة الدار مهوية اختي حبيبتي في الشراج الدار مهوية الدار فيها الشميشة ويا ما فعلا ما تكون مهوية حيت ما فيها الشعر. لا لا واخا عندنا الشمش ضربة الشمش زوينة عندنا الحمد لله. الصباح كنجي الشمش ضربة من القدام تكون ضربة حتى النص ديال البيت. دابا العشية بدات كطور يعني ضربة هاد الشمش ضربة لهاد الشمش دابا تبدا تسلمى وعاد تطور غادا تطور. والحاجة اللي عجبتني هي أن لابيسين من كتحلي عينيك هو فيه الشمش لابيسين شي شي صغير باش تبرونزا بونزا. اه الناس قال لك الصور كانوا قالوا لي في الفيديو عندي الصور حاضر. لا غيكون حديد. لا لا هذا كله غيكون حديد، غيكون حديد باقي غيطول. بالعاني درنا لي هذاك المنظر كنحاول نبارطاجيو معاكم هذه الفرحه. وخا الصراحه كاع الناس اللي كتبوا لنا في الكومونتير انهم كيلمسوا هذه الفرحه وكيفرحوا معنا وكيعجبهم الحال، وبزاف كيقولوا لي انا متشوقين فوقاش تسكني اكثر منك. فشرف ليا بكم واللي خطاكم عليا والله يحفظكم ليا وانا بكم غنبقى وبكم كاينه. وهادشي اللي غنقول لكم واخا العيال ما نقول لكم شكرا راه ما كافياش. ودرت لكم جولة خفيفة ظريفة هنايا في بيوت الناس، وإن شاء الله نهار يبدا فيها الألومنيوم والعود وهذا غنبارطاجيها معاكم إن شاء الله. المهم جات لحمد الخدمة في الصالون خصو يمشي. صراحه ما نكذبش عليكم والله العظيم لا الريزلت ديالها عجبتني بزاف، داكشي اللي كنت باغا الحمد لله هو اللي داب. وهنا انفاس لينا وحده اخرى وحده اللي هيها هنايا. المهم كلهم في الفينيسيون ان شاء الله حتى هما قربوا ما بقى لهم والو. هادو لي انفاس لينا الحمد لله. صراحه عجبتني. شنو اللي عجبتك؟ عجبني الفوق فاش تصيّر وعجبك التاس وعجبك لاباس. الحمد لله عجبني كلشي والله الحمد لله الحمد لله ولله الحمد. وديما تنقول لكم كون فيكون، يعني شي حاجه ما تقديش تصوريها ربي يسهل عليك فيها، غير كوني قلبك مزيان وكتبغي الخير للناس. وهادشي اللي كاين شحمن قلت لي قبيله بغيتيهم الضغطه ولا ما بغيتيهمش الباب ديال الباب. صراحه حنايا البنات كنا اولين انا وحمد غادي نديرو الدخله ديال الباب ديال الدار ديك الفي. كنتي اول غادي ديرها بالرخامه يعني يجي بخام شويه بدلنا جليجة. هاتيك جليجة الكبيرة جليجة الكبيرة جليجة واعرة غتعرف فيها شي جوج متر ونص
على ميترونز وكتبان بحال مصديه وهي ماشي مصديه هي لو ستيل ديالها بحال هكاك شويه. المهم حيت انا وحمد شنو كيطرى احمد من النوع اللي صراحه كيقلب كيشوف موديلات يقدر واحد الموديل ديال شي دار يلقاها ياخذ لنا شي حاجه زوينه ستيل لون شويه ويقول لي علاش ما نديروش الحجاب ديال لا شومبر ديالنا هو اللي يكون في الباب. صراحه عجبتني الفكره وغيجي شي حاجه طوب شي حاجه ان شاء الله زوينه باذن الله. المهم ما نبغيش نزيد نطول عليكم وهانتوما معايا.